شاء الله بتكون جاهزة. ماشي. يعني المشروع شارع الصوانة ضمن مشروع صندوق البلديات المرحلة الأولى، تم تعبيد شوارع في فترة سابقة، مركز المدينة وطلعت المستشفى وشارع في شويك في ذنابي، وهذه احنا تقريبا في المراحل الأخيرة من المشروع، فاضل شارع الصوان انتهى، وباقي شارع القواقنة وشارع أبو عذاب متفرع من شارع الفقهاء في شويك. المشروع بتمويل من صندوق البلديات وإدارة وإشراف بلدية طول كرم وتنفيذ شركة الأعرج. أرسى علينا العطاء قيمة مبلغ 300,000 يورو، عدة شوارع في طول كرم، منها هذا الشارع الصواني كان سيء وعرضه قليل وكان يعني في مطبات كثيرة، فقمنا بسفلتته مبارح بالمساء، روحنا الساعة 2 بالليل، وحتى يعني نسهل الحركة للمواطنين وأنه يكون المطر ما يضايق ولا يعمل انجرافات ونسهل الطريق للمواطنين.